من مصر إلى المملكة العربية السعودية في سنوات عدة. هذه المرة الملك سلمان بن عبد العزيز يهديها إلى مصر مرة أخرى في شخص الأزهر الشريف. يعني هذا التلاقي هل يعد بمثابة فكر جديد سيبدأ الانطلاق من الأزهر في خطاب ديني مستنير في تعاون ربما سيستمر ما بين المملكة العربية السعودية والأزهر في هذا الصدد؟ أنا أعتقد أن هناك مشروع فكري سعودي تتبنى المملكة العربية السعودية، وهو بحاجة ماسة لرجالات الأزهر ودعمهم لهذا الاستراتيجية الفكرية التي تنتهجها المملكة العربية السعودية، وبدأت تأتي ثمارها في منهج المناصحة والمعالجة التي طبقتها المملكة في مكافحة الإرهاب. وأعتقد أن عندما أسدى خادم الحرمين الشريفين كسوة الكعبة ردا وعرفانا لجميل الأزهر في مآثره للأمة العربية والأمة الإسلامية، ولأنه يعلم أن الأزهر تلك المنارة العلمية والإسلامية التي أضاءت كثير من الدول العربية وأضاءت كثير من الدول الإسلامية، ولا زالت البعثات تترى سنويا إلى هذا إلى الأزهر الشريف، والذي أعتقد أن نتاج هذا التعاون الفكري الماضي بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية وتحديدا في جامع الأزهر سيكون أثرا ملموسا بإذن الله في القريب الأجل في العديد من المؤسسات التعليمية والفكرية في المملكة. أشكرك جزيل الشكر السيد مبارك العاتي المحلل السياسي السعودي، كنت معي من الرياض. مرة أخرى دكتور إكرام، ربما حديثنا لا ينفصل، الفكر الوسطي المستنير وجهود المختلفة وأهميته المختلفة في محاربة الإرهاب والتطرف في الأفكار أو حتى في العقول الصغيرة التي يتم استقطابها بشكل أو بآخر، ظهرت في زيارة الملك سلمان بن عبد العزيز للأزهر الشريف، وربما ظهرت من خلال عدد من الاتفاقات أيضا في مجال الثقافة والتعليم. وكيف تتم هذه النهضة في دولة عربية كبيرة مثل مصر؟ يعني بالتأكيد أنا هربط هذا الموضوع بالإرهاب، وأن محاربة الإرهاب بتتطلب أيضا جهود على مستوى الفكر وعلى مستوى الثقافة وعلى مستوى الخطاب الديني وعلى مستوى يعني الاعتدال والتعريف بصحيح الدين، وألا يتم إدخال على الدين ما ليس منه. عشان كده تلاقي حضرتك إحنا لما بنهتم بالثقافة، لما بنهتم بتطوير الفكر، كل ده بيكون بمثابة التعليم، كل ده بيكون بمثابة خط دفاع ضد الإرهاب. يعني هو الإرهاب أيضا ما هو بيستغل لو في نوع من الجهل، لو في فراغ ثقافي، لو في عدم المعرفة بصحيح الدين، كل دي منافس يمكن أن ينفذ منها الإرهاب. وبالتالي اتجاه الدولة، يعني اتجاه مصر أو اتجاه المملكة العربية السعودية، إيه؟ الاهتمام بالثقافة، الاهتمام بالتعليم، الاهتمام بالفكر، الاهتمام بالوسطية والاعتدال في الدين خلال المؤسسات. يعني والشق الآخر والجانب الآخر، الرسالة يمكن اللي حرص عليها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان في مقابلة البابا توادروس، صحيح، يعني فكرة الوحدة المصرية أو التأكيد عليها. هذه زيارة ليست لأكبر دولة إسلامية مثلا أو صحيح، حتى لدولة لها ثقل من النواحي الإسلامية والأماكن المقدسة. يمكن دي كانت رسالة أيضا للمصريين كافة. بالضبط، وفي رسالة للمصريين أيضا من خلال، يعني شوف حضرتك، مقابلة البابا، مقابلة شيخ الأزهر، اللقاء في جامعة القاهرة، اللقاء داخل البرلمان المصري، يعني بيخاطب الشعب المصري من خلال ممثلين. كل خطوة كان لها مغزى ورسالة الحقيقة. فده كله معناه، يعني أما نشوف الحاجات دي كلها، الكنيسة، الأزهر، الجامعة، البرلمان، الرئاسة، الوزارة، ما هي دي مؤسسات الجامعة، جامعة القاهرة، صحيح، في الآخر الدعم حتى لجامعة القاهرة من خلال أكبر مستشفى تعليمي، مستشفى القصر العيني. يعني ده صحيح، كل هذه الأمور ربما بتعطي أكثر من معنى. طب ودي مؤسسات، دي مؤسسات الدولة، وبالتأكيد هناك ما يقابلها في الجانب الآخر. إذن التعاون أيضا أصبح تعاون مؤسسي، وده بيضفي أهمية أيضا كبيرة على الزيارة. وربما أيضا هناك مشروعات في مجال الإعلام
ومشروعات من التعاون ما بين الجانب السعودي واتحاد الإذاعة والتلفزيون المصري تحديدا من ضمن المشروعات. ولكن أحب أقول حاجة مهمة جدا بالنسبة لحجم الاتفاقيات اللي تم توقيعها وعددها. أنا بعتقد أن من أهم العوامل على الالتزام وسرعة التنفيذ لهذه الاتفاقات هو الدعم السياسي، دعم الزعيمين لهذه الاتفاقيات هو الضمانة الأساسية بوجود شخصهما للتوقيع. شخصهما للتوقيع هو ضمانة أساسية لتنفيذ هذه الاتفاقات. فبقول يعني دائما الدعم السياسي هيكون له تأثير إيجابي جدا على تحقيق وتنفيذ هذه الاتفاقات، لأن احنا كما عهدنا يعني نور كمصريين من رئيس عبد الفتاح السيسي التوقيتات والمتابعة اللصيقة زي ما بيقولوا بلغة الكرة لغاية ما يتم تنفيذ المشروعات في موعدها. فأعتقد أن المرة دي الزعيمين كمان مش رئيس المصري فقط، جلالة الملك خادم الحرمين أيضا يدعم من الجانب السعودي هذه المشروعات دعما سياسيا، وأعتقد ده هو الضمانة الأساسية لتنفيذ هذه المشروعات خلال السنوات القليلة القادمة، لأن إحنا في سباق مع الزمن. وأنا بقول إن دي نقول نسميها زي كده زي الوصلة اللي هي وصلة الاقتصاد المصري على الاقتصاد السعودي اللي هو بتديله نوع من الدعم الاستمرارية، خلينا نقول الاستمرارية تحقيق المخططات دي، ومش مش بناء على مساعدات ولكن بناء على استثمارات ذات عوائد إيجابية إن شاء الله. فكرة الأطراف كافة رابحة، يعني فكرة الاستثمار على أن الكل رابح فيه، سواء مصر بجوانبها المختلفة أو حتى المملكة العربية السعودية. طبعا تجدر الإشارة في هذا الصدد إمدادات مصر البترولية لمدة 5 سنوات قادمة من المملكة العربية السعودية. دكتور إكرام، مرة أخرى نتحدث عن تعيين الحدود ما بين الدولتين. الكثير من الجدل أثير حول هذه النقطة تحديدا، ويمكن من لحظات ذكرت أنه ربما لغياب الشفافية أو لمفاجأة المعلومة عند البعض. يعني أنا عاوز أقول هنا يعني بعض ملاحظات تتعلق بهذا الموضوع. طبعا ترسيم الحدود ده أمر يعني مألوف في العالم، يعني مش إحنا أول حد، إحنا والسعودية مش أول حد، وكان في قبل كده فترة يمكن مش كبيرة قوي كان في ترسيم الحدود الاقتصادية مع قبرص واليونان في شرق البحر المتوسط وكده. أنا عاوز أقول إن الجزيرتين دول لن يضيفوا شيء إلى السعودية من حيث الإقليم، ولن يضيفوا شيء إلى مصر من حيث الإقليم. يعني إحنا بنتكلم عن المملكة العربية السعودية اللي مساحة إقليمها 2 مليون كيلومتر مربع، بنتكلم عن مصر اللي مساحة إقليمها 1 مليون كيلومتر مربع. الجزيرتين دول في جزيرة منهم اللي هي جزيرة تيران دي مساحتها 80 كيلو. سنافير يمكن 30 أو شيء من هذا القبيل. إذن الحجم صغير قوي، وبالتالي لن يمثل إضافة لا لهذا الطرف ولا لذاك. النقطة الثانية والملاحظة الثانية إن الأهمية الاستراتيجية حتى لهذه الجزر أنها تستطيع أنها تغلق منطقة العقبة في الممر المائي الحساس. دي أهمية أصبحت الآن أهمية نظرية. ليه؟ يعني ما فيش طرف يقدر يغلق من خلال هذه الجزر يغلق المنطقة سواء. طب خلينا نقول اختصارا دكتور إكرام وسريعا النقاط التي جعلت مصر تقع هذه الجزر تحت حمايتها، يعني عبر التاريخ لماذا اتجهت المملكة العربية السعودية لهذا الحل والسنوات ما هو هنا التي دي نقطة اللي أنا عاوز أقولها، إن في اتفاقات مختلفة وفي فترات زمنية مختلفة. يعني في اتفاقية في سنة 1906 مع الإمبراطورية العثمانية على تعيين الحدود الشرقية لمصر، في اتفاقات أخرى في سنة 1950 إن مصر تتولى عملية الحماية في هذه الفترة، في حدث بعد 67 تطورات أخرى. يعني اللي أنا بقوله هنا إن في وجهات نظر مختلفة، الأمر بيختلط في الجوانب التاريخية، الجوانب السياسية، الجوانب الفنية المتعلقة بتقسيم الحدود. ويمكن اللي أدى إلى هذا يعني تعددية الآراء أو نقول الاختلاط الآراء التوقيت. يعني السؤال هل هذا هو التوقيت المناسب للإعلان عن ذلك؟
ولا يعني كنا نستنى ونشوف ثمار. هل هي مرتبطة بالجسر البري بشكل أو بآخر؟ أنا أعتقد أن فيها ارتباط بالجسر البري، دي حاجة. وبقول كمان الجانب المهم واللي هو ده أعلنه بيان الحكومة بخصوص هذه عملية ترسيم الحدود، هو إمكانية الاستفادة الاقتصادية من منطقة الحدود أو منطقة المياه الإقليمية. لأن حضرتك الحدود فيها حاجتين، فيها حدود سياسية وفيها حدود فيها منافع اقتصادية اقتصاد يعني الثروات. يعني في الفترة يعني المسافة ضيقة جدا بتاعت خليج العقبة ما بين السعودية ومصر، وبالتالي يعني في الفترة اللي فاتت على مدار نقول الايه ال 60 70 سنة اللي فاتوا، اي حد يجي يشتغل في الخليج ممكن الطرف الثاني يقول له لا ده انت كده في المياه الاقليميه بتاعتي، المسافه كلها دايما المياه الاقليميه بتقول 12 ميل، فهو المسافه كلها اقل من ذلك. فبالتالي عمليه ترسيم الحدود هي هامه جدا حتى يمكن استغلال الموارد الطبيعيه الموجوده في خليج العقبه، من اعتقد يعني بحكم يعني الشكل العام حتى من غير ما واحد يكون متخصص ان خليج العقبه ده بالتاكيد فيه غاز وفيه بترول وفيه قد يكون ثروات اخرى يمكن استغلالها. وبالتالي عمليه ترسيم الحدود ستتيح لكل كلا البلدين من استغلال ثرواته في هذا الخليج في اسرع وقت ممكن. فزي ما قال سيد الدكتور ان المساحه بتاعت الجزر دي يعني لو من 10 سنين كده بنتكلم على الاراضي اللي بتتباع في المتر بدولار، يعني خلينا برضه يعني احنا ما نتكلمش يعني حتى نكون منصفين، يعني احنا بنتكلم حتى لو شبر بالظبط كده. بقول المنافع الاقتصاديه اللي موجوده نتيجه ترسيم الحدود مش هتخلينا نقف عند الجزر، زائد ان احنا لسه ما حدش يعرف تفاصيل الاتفاقيه. انا يعني بقول عدم الشفافيه اللي بيقول عليها الدكتور، انا بقول في مثل هذه الامور هو شيء طبيعي ان بيحصل لجان متخصصه فنيه بتقعد وبتشتغل وبتدرس وتحط اصول متعارف عليها دوليا ويتم بناء عليها ترسيم الحدود ثم. لكن هي جزر تابعة للمملكة العربية السعودية وكانت تحت الحماية المصرية. يعني ده وفقا لوجهة نظر، في وجهة نظر اخرى هي وجهات نظر ولا اتفاقات كانت مبرمجة؟ المفروض وأوراق أوراق وسند ملكية. المشكلة دلوقتي إن في اختلاط في الآراء، عشان كده يعني أنا بقترح أن يتم مخاطبة الشعب مباشرة من جانب مسؤول حد فني بالوثائق وبالمستندات. تمام. والله لو هي يعني تابعة للمملكة العربية خلاص يبقى تابعة للمملكة العربية السعودية، بس يبقى اقناع للناس يعني وبطريقه مبسطه والناحيه الفنيه وترسيم الحدود. واكيد ده تم دراسته وبحثه، يعني فكره بس توصيل المعلومه مخاطبه الناس. نعم. طيب في كل الاحيان وفي كل الاحوال عمليه ترسيم الحدود دي لابد من التصديق عليها من مجلس الشعب. لابد من التصديق عليها. هيتم العرض اكيد وفي هذا العرض بوثائق بالظبط وهتناقش كل القضايا المتعلقه بهذا الموضوع. فاعتقد الموضوع مش بهذه البساطه، ولكن طيب انا اخيرا هختتم برد الفعل السريع او المردود الاقتصادي السريع للسوق المصري. احنا تابعنا سوق المال يمكن او الاوراق الماليه تحديدا، وده صحيح حضرتك لك باع كبير فيه بانه انخفض او ربما حركه التداول لم تكن على نفس وتيره ما عقد من اتفاقات او ابرم من اتفاقات، واعتدنا دايما على سوق المال المصري ربما سوق الاخبار بشكل كبير. تفسير حضرتك سريعا. هقول لحضرتك يعني طبعا البورصه بطبيعتها هي طبعا فيها تذبذب صعود ولا هبوط دائمتها، وعايز اقول لحضرتك السوق يمكن نزل 1% او حاجه زي كده امبارح، ولكن النهارده الصبح طلع في اول الجلسه ورجع انخفض تاني في نص الجلسه. ولكن طيب خلينا نقول نوع من الترقب. بالتاكيد تذبذب هو سمه السوق، وطبعا هنقول ان الترقب لنتائج هذه المباحثات والاتفاقات الاقتصاديه الكبيره التي تم توقيعها هيكون هو المؤثر الفعلي على السوق بعد ما يبقى الناس تستوعب حجم هذه الاتفاقات وقضايا التنفيذ. أشكرك. أخيرا دكتور إكرام، الرسالة من هذه الزيارة على التدخلات في شؤون الدول العربية على رأسها يمكن إيران. يعني طبعا الرسالة هنا إن لا يكون هناك تدخل خارجي في شؤون المنطقة العربية، لأن الخبرة اللي فاتت
ان اذا اذا لم نتمكن من حل مشاكلنا، اقصد المنطقه العربيه يعني، نعم. اذا لم نتمكن من حل مشاكلنا في اطار عربي فان النتائج وخيمه، واحنا شفنا ما حدث، لان هناك اطراف اخرى ولها اجندات معينه سواء اقليميه او دوليه تتدخل وتفرض حلول ليست في المصلحه العربيه. وشفنا اللي حصل في العراق، شفنا اللي حصل في سوريا، شفنا اللي بيحصل في اليمن، تحالف اسلامي وبانتظار